السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا معكم آياكم دابيتود. جيتكم اليوم بإنو فالفيديو خفيفة ظريفة نهضرو فيها على لي بيبتيد. هذا وش كاين على لي بيبتيد؟ يعني في لو شابيتر دا كومبلي يعني حيهضر لك غير عفسه خفيفه برك على لي بيبتيد بصح وشنو سي تري امبورطون دو سافوار لي ديتاي دونك ما تنيغليجيوش هاد الدرس هذايا. داكور لي بيبتيد عندنا انتروداكسيون كاركتيرستيك دو لا ليزون بيبتيديك هي الرابطه البيبتيديه جو بونس الله اعلم كامله على بالكم واش ما عندها لي بيبتيد ما عندها حتى تالي احماض امينيه. داكور لازم يكونوا قل من 100 باسكو كي يكونوا فوق ال 100 راك في البروتين ما راكش في البيبتيد. يعني هذا هو الفرق الجوهري بين البروتين والبيبتيد بلي البروتينات عندهم اكثر من 100 حمض اميني البيبتيدات اقل من 100 حمض اميني. داكوغ وتبدا من زوج احماض امينيه لاصقين في بعضهم. anyway راني دايرت لكم ثاني لي فيديو تاع لي بروتيين الله اعلم راني دايرت لكم دو فيديو تاع لي بروتيين. داكوغ هي نورمالمون تجي هذه تاع البيبتيد باش تجي تاع لي بروتيين. anyway قلنا مع الاول انتروداكسيون بعد كاركتيرستيك تاع لا ليزون بيبتيديك عرفت بزاف سهله ومن بعد ديك مود دو بريزونطاسيون دون سيكونس بيبتيديك تري بيان هذه ما تعرفوهاش من قبل نومونكلاتور دي بيبتيد و بروبريتي فيزيك تاع لي بيبتيد و بروبريتي شيميك تاع لي بيبتيد و بروبريتي بيولوجيك تاع لي بيبتيد. تري بيان تري بيان ما تحقروش هذا الدرس قالك العدي تحقرو يعميك. المهم ديفينيسيون قالك ان بيبتيد اي تان بوليمير داسيد اميني بوليمير بولي معناتها بزاف مير معناتها كشغل خليني نقول وحده كل ما تشوفوا كلمه مير معناتها حتى تشكلك هكا كوحدات. انا مير تفكرني بزاف بزاف بلي بروتيين باسكو جينيرالمون كل ما نشوفوا لي التتالي تاع احماض امينيه ولا هكا راني في الدومين تاع لي بروتيين. داكوغ ليس بالضروره بروتيين يقدر يكون بيبتيد مي راني في هذاك الدومين ولو انه كاين ثاني في لي غلوسيد اي تو باش نتفاهموا كي تشوفوا كلمه مير هذا لو سوفيكس مير. anyway قال لك سي تان بولي مير داسيد اميني رولي اونتر او بار دي ليزون بيبتيديك. اوكي هذا سهله سيت ليزون بيبتيديك اي فورمي بار لا رياكسيون دو جروب كاربوكسيليك دان اسيد اميني افيك لو غروبمون اميني دان اسيد اميني سويفون. هذه عفسه بزاف واضحه باللي الرابطه البيبتيديه كيفاش تتشكل لك الرابطه البيبتيديه تتشكل لك بالسي او اش تاع الحمض الاميني الاولاني كيتلاقى مع الاناجدو تاع الحمض الاميني الزاوج يشكلوا لك رابطه بيبتيديه وهي رابطه تكافؤيه قويه جدا قلناها في الترمينال ما عليناش افيك فورماسيون داناميد اي اليميناسيون دون موليكول دو. شتو هذيك الرابطه البيبتيديه يعيطوا لها اميد. اميد سي كوا اميد هو عباره عن خليني نقول ان غروبمون فوالا ان غروبمون سي ان غروبمون دونك فوالا كيما راكو تشوفوا بتحرر جزيئه ماء بيان سور تحرر لي جزيئه ماء. شوفوا اشاك فوا سبحان الله روماركيتها دائما وابدا اشاك فوا عندي ديزيدغاتاسيون عندي ديزيدغاتاسيون حنحي اون موليكول داش دو زو ديروا في بالكم بلي الرابطه اللي حتتشكل حتكون رابطه قويه هكا كي تنشف الحاجه راك تقوي فيها راك تيبس فيها تفاهمنا. المهم هاي لا ليزون بيبتيديك ولا نقول لها سي تان اميد فوالا سي تان غروبمون سي تان اميد سي تان غروبمون برك. المهم قالك دوكا كاركتيرستيك تاع لا ليزون بيبتيديك وشنو هما العفايس هادو طيحوا بزاف لي كوسيام حذاري 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 طيحوا في لي كوسيام. لا ليزون بيبتيديك اي اون ليزون كي لي كاركتيرستيك دون دوبل ليزون بارسيال. هنا شو تسمعوني مليح دوبل ليزون بارسيال واش معناتها دوبل ليزون بارسيال؟ عندها واحد الكاركتيرستيك لا ليزون بيبتيديك ما عندهاش كاركتيرستيك تاع اون سول ليزون وما عندهاش كاركتيرستيك تاع دو ليزون يعني دوبل ليزون نو عندها كاركتيرستيك تاع دوبل ليزون بارسيال واش معناتها؟ معناتها اون ليزون ونص. داكوغ هذا واش معناتها اون دوبل ليزون بارسيال معناتها اون ما راهي ليزون ما راهي دوبل ليزون يعني ما بيناتهم اون ليزون ونص. اوكي وهذه هي ليزون ونص هذه واش فاش تهمنا حفظوها لي هكا. داكوغ هذه لا دوبل ليزون بارسيال عندها عفايس عندها عفايس وشنو هما سكي كونفير تخوا كونسيكونس الي ستابل الي ريجيد الي بلان. هذه لا دوبل ليزون بارسيال الي ستابل الي ريجيد الي بلان. داكوغ ستابل واش معناتها ستابل لا دي يعني ماشي واش معناتها ستابل يعني منين جاتني هاد لا ستابيليتي ستابل باينه واش معناتها ستابل شغل باينه ستابل معناتها ماهيش اشاك فوا تتحرك ولا داكوغ غير ريجيد يعني يابسه وبلان يكونوا في لو ميم بلان قريتوها في الشيمي الله اعلم مي بون انتم هكا شدوا بلي بلان في لو ميم بلان هذا ما كان. داكوغ منين جاتني هاد لا ستابيليتي جوستومون لا ستابيليتي هذه جاتني من لا ديستانس انتر لي اتوم دو سي اي دو ان
sont plus petites que dans une liaison simple, d'accord? Donc la distance entre les atomes C ou N, donc C, le carbone, pardon, entre le carbone ou le N. D'accord? Voilà. Elle est très petite par rapport à une liaison simple, mais plus grande par rapport à une vraie double liaison. D'accord? Yani ma rahi bzaf sghira, ma rahi bzaf kbira. D'accord? Ma rahi kbira. Voilà. Parce que normalement, une liaison simple, une liaison wahda simple, la distance entre C et N تكون بعيدة, تكون كبيرة, la distance بينهم, d'accord, كنا شوية بعاد على بعضهم. Mais il a كنا في la double liaison, vraie double liaison, حتكون la distance بزاف صغيرة. بصح حنايا مادامها une liaison نص, يعني حتكون في الوسط, OK? Elle est rigide. منين جاتني هاد la rigidité. قال لك la libre rotation autour de la liaison CN est impossible. حذاري. Donc واش حاب يقول لك بلا لي بروتاسيون اونتور دو لا ليزون سي ان اي امبوسيبل. قال لك السي والان ما يدوروش على بعضهم اي ثابتين على بعضهم لو كربون والنيتروجين. هذاك منين جاتني يا جماعه هاد لا ريجيديتي؟ عبالكم نفهمكم واحد العفسه, عبالكم باللي لي موليكول في الفراغ يدوروا على بعضهم, لي زاتوم خليني نقول في لي موليكول يدوروا على بعضهم باش نتفاهموا, مي السي والان الكربون هذاك والان ما يدوروش على بعضهم. باردون الازوت, واش قلت لكم قبيله النيتروجين؟ جو سي با لي يقولوا النيتروجين ثاني. المهم ازوت داكوغ, اسمو ازوت الان. الازوت والكربون ما يدوروش على بعضهم, لا ليبر روتاسيون الي امبوسيبل امبورطونت بور لا كونفورماسيون دي بروتين. انيوي دونك هاد العفسه عطات لي لا ريجيديتي, ثابتين يابسين. با بلان, منين جاتني هاد البلان؟ منين جات هاد البلان؟ قال لك لي زاتوم كي بارتيسيب ا سيت ليزون. يا اخي وشنو هو لي زاتوم كي بارتيسيب ا سيت ليزون؟ لي سي زاتوم. عندي لو كربون الفا, داكوغ, كربون الفا وين راهو؟ هو هذا الكربون اللي فيه النجمه, بعض كربون اللي فيه النجمه تاع الحمض الاميني اللي منا. واش ثاني؟ والكربون تاع لا ليزون, والاو تاع لا ليزون, والان تاع لا ليزون, والهيدروجين تاع لا ليزون, والكربون الفا الدوزيام تاع الحمض الاميني اللي جاي من بعد. داكوغ, هادو كامل لي سي زاتوم هادوما سو تروف دون ان ميم بلان افيك اون ديسبوزيسيون ترانز. يا جماعه هادي طيح في كسيه باش نتفاهموا, هذه طيح في كسيام. قال لك لي زاتوم سو تروف دون لو ميم بلان, داكوغ, لي تلاقاو في لو ميم بلان, داكوغ. واش معناتها هذه؟ شوفوا ما نقدرش نفهمها لكم باسكو علاه, باسكو سي لا شيمي. حنا في لا شيمي نحسبوا يا ربي واش اسمها هذيك الاس بي, الاس بي نورمالمون كامل نصيبوهم اس بي 2, الله اعلم اس بي 2, باش نقولوا بلي هادو ما فوالا راهم في لو ميم بلان. انا ويديروا لي في بالكم بلي هادو ما لي زاتوم كامل لي سي زاتوم راهم في لو ميم بلان, داكوغ, راهم في لو ميم بلان. ماشي وحده جايه شويه للور وحده جايه شويه للقدام, لا لا العكس, كون تحط ورقه كامل يتحطوا على هذيك الورقه, داكوغ. حاجه واحده اخرى طيح في كسيهم وقال لك اون ديسبوزيسيون ترانز. يا جماعه شوفوا حنايا في لي ديسبوزيسيون, يا تكون ديسبوزيسيون سيز يا تكون ديسبوزيسيون ترانز, ما كاش مية نعرف صح, كاين يا سيز يا ترانز. واش معناتها سيز وترانز؟ الفرق بيناتهم, داكوغ, الفرق بين سيز وترانز. الترانز معناتها يكون الكربون في جهتين متعاكستين, وراي الترانز الفوقانيه. شوفوا لي الكربون, ماشي نهضركم على الكربون تاع لا ليزون, لي دو كربون الفا, الكربون الفا يعني الاسيميتريك تاع الحمض الاميني اللي منا والحمض الاميني اللي منا. شوفوا لي الكربون هذا راهو من الفوقه, شوفوا لي الكربون تاع الحمض الاميني الاخر وشوفوا وين راهو, ومن تحت. شوفوا كيفاش الكربونات كيفاش راهم متعاكسين, تسمى ترانز. شوفوا لي السيز راهم في نفس الاتجاه, في زوج راهم من الفوقه ولا في زوج يكونوا من تحت, المهم يكونوا في نفس الجهه. anyway باسكو قادره نخزر لها من جهه اخرى نسيبهم في زوج من تحتها. anyway واش كنت حنقول لكم؟ تجدوها لي في راسكم ولا تحت في الكوسيام. الموجود اكثر في الطبيعه, لو بلوز ابوندون في لا ناتور, وشنو هو؟ هو الترانز. متفاهمين عليها هذه؟ باردون, ولا المهم الموجود اكثر في الطبيعه هو الترانز. تري بيان. هاي قال لك دوكا مود دو ريبريزونطاسيون جون سيكونس بيبتيديك. تري بيان, دوكا رانا حنديرو اون سيكونس بيبتيديك, نبداو نلصقو لي بيبتيد مع بعضهم, اوكي. قال لك لا شين كي كومبرون لي ليزون اميد, لي ليزون اميد هما لي ليزون بيبتيديك, اي تابولي لا شين برينسيبال. تفاهمنا؟
تفاهمنا عليها. دوك انا لي زاسيد امين يبداو يلصقوا فيما بعضهم، هذه عفسه معروفه، يلصقوا فيما بعضهم. شتو هذاك اللصقه فيما بعضهم؟ لاشين كي لي البورت دوك لي ليزون بيبتيديك، بيان سور كي يلصقوا فيما بعضهم يعطوني روابط بيبتيديه. هذيك السلسله، هذيك لاشين هي سلسله، هذيك السلسله داكوغ، هذيك السلسله يعيطوا لها لا جين برينسيبال. اوكي الوغ كو لي سوبستيتو واش يقعد لي انايا من الفوق او من تحت؟ يقعد لي لي اغ. واش شنو هما لي اغ؟ هما الجذور لي يا ربي لي جين لاتيرال. داكوغ لي جين لاتيرال اللي يخلو كل حمض اميني يختلف على حمض اميني واحد اخر. حنا يرحم باباكم دوكا الاحماض الاميني على يختلفوا فيما بعضهم، ماشي يختلفوا فيما بعضهم على جال على جال الكربون الفا والسي او اش والان اش دو لا لا والاش، يختلفوا مع بعضهم على جال هذيك لا بارتي فاريابل اللي هي الار. تفهمنا؟ قرينا عليها في لي زاسيد اميني، ما كان نخوضوا فيها دوكا. المهم هذوك الاقل كونستيتيو لي شان لاتيرال، هذا ما كان لي بيبتيد اون توجور اون اكستريميتي امين ليبر بين هذه، تقعد لك نتايا اناج دو ليبر، وتقعد لك ثاني يعيطوا لها انترمينال باش نتفاهموا، يعيطوا لها انترمينال، وتقعد لنا اون اكستريميتي كاربوكسيليك ليبر ولا نقولوا لها سي او او اش ليبر، يعيطوا لها سي تيرمينال، منا انترمينال ومنا سي تيرمينال. واحد ما يقول لي منا ان زعما الاولانيه ومن السي تيرمينال، لا في زوج تيرمينال، ان تيرمينال سي تيرمينال. تفاهمنا؟ هذا ما كان بيان سور تقعد هذه بدون رابطه باسكو علاه سي بون هي النهائيه ومن ثاني هي النهائيه، دونك تقعد هنا راهي متاينه على بها دار هذاك انا شطروا بلس، وهنا راهي متاينه على بها دار هذاك سي او سو مو. anyway انا دخلنا في الصح يا جماعه، دخلنا في الصح. نومونكلاتور دي بيبتيد، دوكا نومونكلاتور دي بيبتيد قالك سي ان بيبتيد كونتينا دو زاسيد اميني، زوج احماض امينيه لازقين في بعضهم والسلام عليكم، نعيطوا له ان دي بيبتيد. تفاهمنا تخوا زاسيد اميني، ثلاثه احماض امينيه لازقين في بعضهم والسلام عليكم، نعيطوا له تري بيبتيد، معناتها ثلاثه احماض امينيه. سي ان بيبتيد كونتينا من زوج الى 10 احماض امينيه، نعيطوا له ان اوليغو. كل ما تشوفوا لو بريفيكس اوليغو معناتها شويه، معناتها شويه داكوغ، زوج الى 10 احماض امينيه من تا اوليغو بيبتيد. سي ان بيبتيد كونتيا من 10 الى 100 حمض اميني معناتها بولي بيبتيد، داكوغ بولي معناتها بزاف. لي شين اونكور بلو لونغ سون ديزيني كوم دي بروتيين، تفهمنا؟ يعني او دولا دو 100 حمض اميني لاصق في بعضه نعيطولو بروتين، ما نعيطولوش بيبتيد. تحت معناتها بيبتيد، وما كل واحد يجي تفلسف لي فلسفه واحده اخرى، هذه هي العقليه. تحت حمض اميني راك في البيبتيد، فوق حمض فوق مي باردون تحت 100 حمض اميني راك بيبتيد، فوق 100 حمض اميني راك بروتين، ما عندها حتى علاقه زعما بالروابط ولا زعما مع باليش انايا لا ديسبوزيسيون في ليسباس، ما عندها حتى عندها علاقه بعدد الاحماض الامينيه نقطه. باسكو شفت لي بروف في اليوتيوب راهم يديروا فايز واحد اخرين، شفت واحد البروف تاع التيرمينال ما كان نذكر اسمه، راهو يدير فايز واحد اخرين، ماهوش يقول هكا خليني منه. هو بروف تاع التيرمينال قالك لي شين اونكور بلو لونغ سون ديزيني كوم دي بروتين، تفهمنا عليها. دو او بلوزيغ شين بولي بيبتيديك بوفت اتر غوليي بار دي بونس دي سولفور، تفهمنا؟ يعني عندك نتايا دو شين بولي بيبتيديك، هذه بولي بيبتيديك فيها بزاف البيبتيدات، وهذه بولي بيبتيديك، ويتلاصقوا فيما بيناتهم برابطات جسور كبريتيه عاديه، يعني تقدر تصاحب يقول لك داكوغ. تفاهمنا الحمد لله، انا متفاهمين حتى لدوكا. دوكا بوغ لا نومونكلاتور توجور 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 لا نومونكلاتور، بوغ لا نومونكلاتور يا جماعة سمحوا لي تخيل ما قلت لكمش هفسا بلي لي بون دي سولفور رابطة جسور الكبريت إلي كانت في لا ميم في لا ميم شان بيبتيديك في لو ميم بولي بيبتيد، يعني في لا ميم شان بيبتيديك، واش نعيطولها؟ نعيطولها انترا انترا شان. وإذا كانت اونتر دو بولي بيبتيد مختلفين، ولا خليني نقول اونتر دو بيبتيد، اونتر دو بيبتيد مختلفين باسكو ماشي شرط بولي، اونتر دو بيبتيد مختلفين نعيطو لها انتر شان. تفهمنا؟ انتر شان دي سولفور باوند هذه بالانجلي. المهم نومونكلاتور توجور قالك بور كونفونسيون، يعني العفسه اثبتناها نظريا ويعني تحققنا منها، كما ماشي زعما نقولوا شتو عفسه كيحطوها هكا كنظريه ولا لازم نكسبتيوها، دائما يقول لك هذه الكلمه بار كونفونسيون. بار كونفونسيون يعني هذه العفسه لازم تقتنع بها. لو نون دو بيبتيد ا توجور كومونس باردون كومونس توجور بار لا غوش، داكور دائما تبدا بلا غوش وتجي رايح، ماشي تبدا من لا دروات، تبدا من لا غوش كيما في الفرنسي، سيتادير بار ليكستريميتي انترمينال. Pour chaque acide aminé, on ajoute le suffixe YL, sauf pour le dernier qui garde son nom complet.
سون سوفيكس. بمعنى دوك انت عندك هذايا هذا سيتان تريبيبتيد، تفهمنا هذا سيتان تريبيبتيد معناتها تالي ثلاث احماض امينيه. دوك انا حبيت نسميه، واش نسميه؟ الاولاني الحمض الاميني الاولاني هو اللوزيل، الدوزيام هو الجلايسيل، الثالث هو الالانين. اوكي كيف حبيت نسميهم؟ اسكو نقول لوزيل جلايسيل الانين؟ ايه باردون يا ربي جو ميكسكوز. الحمض الاميني الاولاني واسمه اللوزين، داكور اللوزين. الحمض الاميني الثاني الجلايسين، الحمض الاميني الثالث الالانين. كيفاه نسمي؟ ندير هكا لوزيل جلايسيل، واش معناتها؟ معناتها زدت لهم الايكغيك ال، نحيت لهم الاي ان تاعهم وزدت لهم الايكغيك ال، اشاك فوا نحط الايكغيك ال. والحمض الاميني الاخراني كامل نخليه كيما راهو الالانين، داكور كيما سماوه عادي جدا. دونك هذا ما كان، سمحوا لي سمحوا لي ساعات تتلف لي صح. دونك هذا ما كان خلاص. دوكا لي بروبريتي فيزيك دي بيبتيد، حندخلوا في لي بروبريتي فيزيك، نزيدوا لي بروبريتي كيميك، تفهمنا؟ هيا يا جماعه بسم الله ما قعدتش بزاف. بروبريتي فيزيك تاع لي بيبتيد، اول عفسه ديروها في بالكم، لي بروبريتي فيزيك دي بيبتيد ديبون دي زاسيد امينيك كي كونتيان، حاجه باينه. دونك انت بيبتيد صا ديبون احماض الامينيه اللي راهو رافدها، قادر يرفد لك احماض امينيه كي صح. نسقسيكم سؤال لوجيكمون، كي يرفد لك احماض امينيه بولار كيما يرفد لك احماض امينيه ا بولار، وكي يرفد لك احماض امينيه اللي تغلب عليهم هي البولاريتي كيما كي يرفد لك اللي تغلب عليهم هي الابولار، مش كيف كيف يا جماعه. وكي يرفد لك سواسوا الاعداد مش كيف كيف. دونك كاين بزاف اعتبارات. anyway قال لك البيبتيد سون اوتون بلو سولوبل دون لو، يعني وقتاش البيبتيد يكون بزاف يذوب في الماء، بزاف عنده لا كاباسيتي. واش معناتها يذوب؟ واش معناتها يذوب؟ واش معناتها يذوب؟ يذوب في الماء معناتها عنده لا كاباسيتي دو فورمي دي ليزون هيدروجين افيك لو، باش نتفاهموا. ماشي يذوب معناتها ما توليش تشوفو بعينيك، هذيك تاع العجايز يذوب السكر دابلي في الماء، هذيك ما وليتش نشوفو بعينيا. بصح واش معناتها يذوب؟ يذوب كيميكمون داكوغ، لازم نعرفو. anyway لي بيبتيد سون دو طون بلو سولو، وقتاش يكونوا بزاف سولو بزاف يدوبوا في الماء، كي سون وقتاش كيكونوا صغار داكوغ، كي سون بلو بوتي كيكونوا صغار باينه لوجيك. اي كونتيان دافونتاج داسيد اميني هيدروفيل، يعني كي يرفدوا لي زاسيد اميني هيدروفيل، لي زاسيد اميني بولير داكوغ، تما عندهم لا كاباسيتي باش يدوبوا بزاف في الماء. اوكي سهله. واش تاني؟ قالك ايل سون دياليزابل. واش معناتها دياليزابل؟ معناتها ايل باس اترافير لي ممبران سيمي بيرميابل، كي تكون كاينه غشاء غشاء فوالا غشاء نقولك غشاء وي ولي نقولك غشاء غشاء سيمي بيرميابل، يعني شو زعما كيما الغرابل، غربال غربال كاين غربال يجوز لك الكبار لي موليكول الكبار، وكاين غربال يجوز لك لي موليكول الصغار. كاين غربال يخدموا به البركوكس صح، وسقسوا ماكم تقول لكم، وكاين غربال يخدموا به الطعام داكوغ، وكاين غربال ما بيناتهم. اوكي دونك الدياليزابل معناتها الاحماض معناتها لي بيبتيد باردون اي سون دياليزابل، معناتها ما يجوزوا في الغربال اللي يخدم لك البركوكس، ما يجوزوا في الغربال اللي يخدم لك الطعام، يجوزوا ما بين وبين ما نعرف شنو داك الغربال. المهم هذه بركوكس والاخر باش تفهموا برك داكوغ، هي باينه باللي لي بيبتيد صغار بزاف، فتفهمنا صغار بزاف. دونك ممبران سيمي بيرميابل، ماشي لا ممبران اللي تجوز لك كلش، وماشي لا ممبران اللي تجوز لك لي بوتيت موليكول برك، نو تقدر تجوز لك في النص. ايزون شارجي داكوغ، ايزون شارجي يعني عندهم هذاك لا كاباسيتي باش يتشارجاو، وجينيرالمون يتشارجاو. ايل كونتين ان غروبمون اناج 3 بلس ان تيرمينال، ني جاني اثنين اناج 3 بلس باسكو انا عندي اناج 2 ان تيرمينال. هذيك الاناج 2 كي تتعين اناج 2 ما تنساوش باللي رابطه امين سي اون فونكسيون امين، واش معناتها؟ معناتها اساس داكوغ داكوغ اساس، وكي اساس عنده قابليه باش واش باش يكتسب خلاص، ما راكي يكتسب بروتون يقول لي انا اش 3 بلس اي ان غروبمون سي او او موا سي او تيرمينال سي تيرمينال باردون سي او اش رابطه غروبمون كاربوكسيليك كيتعين بالفقد باسكو على حمضي. اي دي غروبمون ايونيزابل سور لي شان لاتيرال دي ريزيدو داسيد اميني، هذه باينه. دونك نتايا في لي شان لاتيرال تاعك تاني، لي شان لاتيرال تاعك تاني عندك لي غروبمون، تقدر تقدر تكون عندك دي غروبمون سي او اش و ان اش دو بيان سور، الا كان عندك احماض امينيه حمضيه ولا قاعديه، باسكو ما كان حتى حاله يكون عندك فيها الان اش دو و سي او اش على هذه الحاله. كي يكون عندك لازم يكون عندك لازم يكون عندك واسمو احماض امينيه حمضيه ولا قاعديه. المهم قالك اي سو كومبورت كوم انيون ديبولير داكوغ داكوغ،
Ils se comportent comme un ion dipolaire et peuvent migrer dans un champ électrique. Qu'est-ce que tu as là Mais tu as dipolaire, mais tu as deux aqtab, qutbayn, d'accord? Qutb salib, qutb mojib. Ou tani, il peut migrer dans un champ électrique. يعني يقدر يهجر هجرة كهربائية هذيك. D'accord? يقدر يهجر لك عادي, يعني يروح للجهة يروح للجهة الموجبة ويروح للجهة السالبة. بس هذه بولي شارج اللي راهم يرفدهم تاني. إلا كان رفد بزاف لي شارج بوزيتيف يروح للسالب. إلا كان رفد بزاف لي شارج نيجاتيف يروح للموجب. ساديبون عاود نولو ونكررو بلي ساديبون أحماض الأمينية اللي راهو رافدهم. وبيان سور ساديبون لدرجة البي اش. فهمتوني دوك احنا هاد العفسه نعرفوها في لي زاسيد اميني على بالي في لي بيبتيد سي ديفيسيل ا ديفينير هاد العفسه مي بون حنا نقولوا سا ديبون الاحماض الاميني اللي راهو رافدهم اون سي سا ديبون قال لك يزو كومبورت قلنا اي لابسورب لا لوميير دون لولترا فيولي ما تنساوليش بلي اي لابسورب لا لوميير دون لولترا فيولي يا جماعه داكوغ يعني لولترا فيولي هو فوق البنفسجي دونك يابسوربي لا لوميير عنده لا كاباسيتي باش يابسوربي لك لا لوميير دون لترافيولي داكوغ في الضوء اللي فوق البنفسجي قال لك طول الموجه تاعنا تكون 220 حتى 230 نانومتر داكوغ و 280 نانومتر سيل ما نمشي مكملتها بصح معليش نقولها لكم سيل كونتيان دي زاسيد اميني اروماتيك يا اخي تفهمنا على لي زاسيد اميني اروماتيك قرينا بلي 280 و 260 ثاني كاينه 260 وقيل الله اعلم بوليفينيل الانين 260 داكوغ تفهمنا عليها هذه بون دي تي سي با سافوار هاد لي شيفر وكدا من المهم بصح ما يشدوا لي تاع الاروماتيك وكدا وشدوا لي بلي لي بيبتيد الى ابسورب لا لوميير دون لوفي نكملوا دوكا لي بروبريتي شيميك تاع لي بيبتيد لي بروبريتي شيميك دي بيبتيد قالك لي بيبتيد ريبريزونت باردون لي بيبتيد بريزونت دي لي رياكسيون شيميك دو راديكو بورتي بار لي شين لاتيرال دي ريزيدو داسيد اميني عاودو لي بيبتيد بريزونت لي رياكسيون شيميك دو راديكو بورتي بار لي شين لاتيرال دي ريزيدو داسيد اميني فوالا قالك لي بيبتيد سا ديبون هما واش راهم رافدين هذه هي يعني شاو رافدين لي بروتيين لي راهم رافدينهم باسكو لي بروتيين لي يرفدوهم عندهم دي شين لاتيرال وبالتالي حيتمشاو على حساب لا شين لاتيرال تاع لي بروتين اللي راهم رافدينهم داكوغ لي فونكسيون الكول لي فونكسيون الكول بوتيتر استيريفي بار ان فوسفات او ان سولفات داكوغ قالك لهنايا لي زاسيد امين اللي رافدين لي لا فونكسيون الكوليك اللي راهم رافدين شكون هما لي فونكسيون شكون هما اللي راهم رافدين لا فونكسيون الكوليك الكحول از سيريوس ثريت سام تايمز ا تريت تفهمنا لي زالكول Ah pardon, voilà, estérifié par un phosphate ou un sulfate. On a la capacité de l'estro ou l'ester par un phosphate ou un sulfate. Tani, si le peptide contient un résidu de cystéine, il peut former un une liaison, pardon, SS, un pont des sulfures. Donc, il y a un peptide avec la fédéine de cystéine. Cystéine qui est la capacité de cystéine, ou si c'est la binatome, il sera binatome, la bêta de jussur, le kibrit, c'est-à-dire la bêta de biha. Hadari. الميثيونين تاني سوفخي الميثيونين تاني سوفخي قلنا في السوفخي عندك سيستين وعندك الميثيونين ما يديرلكش ربيطه جسور الكبريت السيستين هو اللي يديرها داكوغ باسكو علاه باسكو السيستين سوفخي تاني قلناها بصح شنو راه في ديال الجروبمون فيول راه في ديال الجروبمون فيول اس اش داكوغ بصح الميثيونين ماشي راه في ديال الجروبمون فيول راه في ديال اس برك anyway. واش تاني لو بلو بيتي بيبتيد دون لا ميم رياكسيون كو لي اسيد امينيه افيك لانين هيدرين هذه اللي ما فهمهاش يعاود يولي للاحماض الامينيه لي بروبريتي شيميك تاعهم داكوغ قلنا بلي في الاحماض الامينيه يا جماعه قلنا الاحماض الامينيه دي رياكسيون افيك لانين هيدرين دونك تاني لو بلو بيتي بيبتيد تاني دون اون رياكسيون افيك لانين هيدرين داكوغ واش تاني لو رياكتيف دو كولوراسيون بيوري رياجي افيك لي بيبتيد كونتينون بلوس دو 4 ريزيدو داسيد اميني اي دون اون كولوراسيون بلو تري بيان تري بيان قال لك شوفوا يا جماعه لا قال لك لا رياكسيون باردون لو رياكتيف دو كولوراسيون بيوري تعرفوها نورمالمون في التيرمينال ولا في السي ام سيت المهم رياجي افيك لي بيبتيد كي بورت من ربعه احماض امينيه وطلع داكوغ من ربعة أحماض أمينية وطلع البيوري يرياجي معاهم داكوغ وش يمدلك يمدلك لون أزرق داكوغ قادر يلعبها لك في كوسيام ما يقولكش ربعة أحماض أمينية حسبت لك وقت حيعطيها لك أسي سامبل كوسا ما يقولكش ربعة أحماض أمينية وش يقولك يقولك ثلاثة روابط بيبتيدية وش رايكم ثلاثة روابط بيبتيدية وش رايكم يعطي بيوري
بيوري يعطي كولوراسيون بلو. نعم ما يعطي كولوراسيون بلو ثلاثه روابط ببتيديه، باسكو ثلاثه روابط ببتيديه كيفاه تتشكل لي، كيفاه تتشكل لي؟ واحد جامي قرا يقدر يعرفها باللي ربعه احمر امينيه يتلصقوا فيهم من بعضهم باش تعطيني ثلاثه روابط ببتيديه. احسبوها رسموها تشوفوا. anyway la liaison peptidique est hydrolysée chimiquement en présence d'HCl à haute température. D'accord. HCl على بالنا بلي سي ان اسيد فور 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 كي ديتروي لي ليزون بيبتيديك. داكوغ يا جماعه علاش سير ونصيبه في الاستوما؟ اي وي ما عليناش. قال لك تصرا اون هيدروليز تاع لي ليزون بيبتيديك، وعلى بالنا بلي لي ليزون بيبتيديك سون دي ليزون تكافؤيه قويه رابطه قدامنا ملاه، تسمى لازم لها فريمون حاجه قويه باش تتهيدروليزا. دونك هذا ما كان ا اوت تمبيراتور. قال لك لي بيبتيداز، لي بيبتيداز ديجيستيف داكوغ، كما يقول لك السوفيكس از او يقصد انزيم كما نقولوا اميلاز. داكوغ السوفيكس از سي انزيم. المهم بيبتيداز هذايا هي عباره عن انزيمات ديجيستيف. واش حدير زعما في رايكم هي واش حدير؟ ايدغوليز كومبليتمون لي بيبتيد او نيفو ديجيستيف. تفاهمنا عليها؟ سيغتان انزيم كوب لا ليزون بيبتيديك ا دي امبلاسمون سبيسيفيك avant ou après les acides aminés déterminés. Anyway, واش حاب يقول لك بهذا الهضره من الاخر هذه ان شاء الله تحقوها في السيكونساج. حاب يقول لك ليب الاحمر قال كاين واحد الانزيمات كي تجي يقطع، كي تجي يقطع ماشي يقطع هكا كي المهبول يقطع وين جات كيما الاشتي هذا مهبول يقطعهم كامل يقطع كاع لي ليزون بيبتيديك. كاين واحد الانزيمات يقطعوا في دي في دي في بلايص سبيسيفيك. داكوغ زعما يقطع لي قبل السيرين، يقطع لي قبل الميثيونين، يقطع لي قبل كدا دق. داكوغ ماشي هكا كي المهبول يقطع وين جات. اوكي تفهمنا عليها؟ تري بيان. دوكا بعد ما كملنا لي بروبريتي شيميك تاع لي بيبتيد نروحو لي بروبريتي بيولوجيك تاع لي بيبتيد. بروبريتي بيولوجيك تفهمنا؟ بون عندنا واش قال لك؟ قال لك لا بلوبار دي بيبتيد، ما قعدش بزاف ما قعدش، دوك نكملو ان شاء الله. La plupart des peptides sont formés comme les protéines par le système de synthèse protéique. جماعة يعني لي بيبتيد كيفاه يتشكلوا؟ قال لك يتشكلوا لا بلوبار تاعهم يعني لا ماجوريتي يتشكلوا كيما يتشكلوا صوص البروتينات. حنا البروتينات كيفاه يتشكلوا لنا يا جماعة؟ يا اخي واسمها عملية الترجمة، تحول اللغة النووية إلى لغة بروتينية. دونك كيف كيف certains peptides de petite taille se forment par réaction directe entre acides aminés grâce à la peptidyl transférase. D'accord. قال كاين دي بيبتيد ما يتشكلوش بعملية الترجمة اي تو كي يكونوا ان بيتيت دو بيتيت تاي se forment par réaction directe. D'accord. تصرا اون رياكسيون ديريكت بين entre acides aminés entre يعني تصرا اون رياكسيون ديريكت entre les acides aminés يعني acide aminé يتلصق مع حمض مع acide aminé واحد اخر. داكوغ دونك بلا ما تصرا عملية الترجمة ولا واش اسمو هذاك اللي كنا نديروه يا ربي في عملية الترجمة الريبوزوم تحت وحده صغيره وتحت وحده كبرى وهاديك الدنيا. المهم اونتخ حسيت مخي دوكا تفرماطا. قال لك اونتخ ليزاسيد اميني غراس على بيبتيديل ترانسفيراز. دونك كاينه واحد الانزيم اسمها بيبتيديل ترانسفيراز هي اللي تخدم لي هاد الخدمه، دونك تقدر تكريي لي لي بيبتيد. قال لك لي رول بيولوجيك سون نومبرو اون بو سيتي لي رول بيولوجيك تاع لي بيبتيد. بون لي بيبتيد كيما تعرفوا كاين دي بيبتيد هرمونات، كاين هرمونات. داكوغ الهرمونات عبارة عن كاين بروتينات وكاين بيبتيدات باش نتفاهمو، ماشي كامل الهرمونات بروتينات، كاين بيبتيدات، كاين كي جوا ان رول اونتي اوكسيدون. دوك نفهمكم واش معناتها اونتي اوكسيدون. كي جوا ان رول في الميتابوليزم، كي جوا ان رول في لا ستركتور داكوغ في التشكل تاع ديك العفسة. دوك نفهمكم. بون عندنا لي بيبتيد هرمونو هنا شوفو هنايا عباكم الا شوفوا الا ما عندكش بلاصه في مخك انسى اسمك دقيقه وحفظ لي هذه لي بيبتيد هرمونو الانسولين غلوكاغون فازوبريسين اوسيتوزين سورتو 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 الانسولين والغلوكاغون. حذاري ثم حذاري ثم حذاري مليار الف خطره الانسولين والغلوكاغون سو سون دي بيبتيد. بالكو بالكو تقولوا بلي سو سون دي بروتيين ne sont pas des protéines, ce sont des peptides, d'accord. Ça, glutathione, le glutathione, il joue un rôle antioxydant, d'accord. Antioxydant, mais t'as mauvais de l'excédent. Où je mets t'as mauvais de l'excédent, où je mets t'as, où je le fais, où je le fais. Quelque chose qui est mauvais de l'excédent. Mais t'as où je non, mais t'as le vieillissement cellulaire راح ينقص باسكو هذه هي مضادات الاكسده واش تنقص لي لو فييسمون. داكوغ لو فييسمون سيلولار. دايوغ ناكد لكم هذه المعلومه
اللي كبار في العمر، اللي كبار في العمر يا اخي يديروا هكذا زعما ديك خام. الله الله، ماشي حنايا، ماشي المجتمع تاعنا، مجتمع المجتمعات المتقدمه، يديروا زعما ديك خام هكايا تاع غارني اي توكا. روحوا قراو لي كاش نهار طيح في يدكم كاش اون بواط ولا كتدخلوا عند حانوت ولا قراوها، قراو لي المكونات جينيرالمون جينيرالمون تصيبوا فيتامين او زعما لوجيكمون علاه كاين فيتامين او. فيتامين او يا جماعه سي ان بويسون اونتي اوكسيدون. هذوك لي كريم يديروهم زعما ضد التجاعيد، ضد كدا زعما ضد الشيخوخه، داكور. دونك شدوا لي في راسكم بلي اونتي اوكسيدون دائما يكون سي حاجه مضاده للشيخوخه، وسورتو سورتو سورتو لو فييسمون سيلولير. يا جماعه عبيكم بلي الجلوتاثيون هذا بون جو بونس قريتوها في لي غلوسيد جماعه اللي قالت لي غلوسيد بلي الجلوتاثيون لازم يكون ريدوي داكور، باش يدير لي باش يكون لازم يكون عندي ان غلوتاثيون ريدوي باش يكون انتي اوكسيدون. سينو هكا كونترير كونترير حيلعب الدور المعاكس، حيكون اوكسيدون يكون خطر. anyway خليني واش قال لك هنايا لو ميبسيدين جو ان رول دون لو ميتابوليزم دو فير. كارنوزين كونستيتوان لي موسكل، اي كونستيتو لي موسكل. لي بيبتيد انتيبيوتيك، بوكو دونتيبيوتيك يوتيليزي ان ثيرابيوتيك سون دي بيبتيد سانتيتيزي ان لابوراتوار. فهمنا les antibiotiques la couche زعما اللي تشربوها كي تمرضوا اي تو. بون ما نكذبش عليكم، انا جو سوي كونتر دوا، جو سوي كونتر 1000% دوا. انا صافي لونطون ديجا ما نشربش دوا، كي نمرض رجعت نبرا وحدي وحدي باسكو الشغل هذه من الاخر كي تشربوا الدواء المناعه تاعكم تنقص، باسكو علاش راكم تولفوا الكور تاعكم باللي راكم تقولوا له ارقد ريح داكور. anyway beaucoup d'antibiotiques utilisés en thérapeutique les antibiotiques قال لك sont des peptides كي سانتيتيزوهم في لابوراتوار. anyway دوكا ما قعدناش بزاف، شوفوا قعدنا شويه باك رسومات نهضروا عليهم شويه باك. الانسولين عندنا فيه شويه هضره، الانسولين واش قلنا عليه سي ان بروتين؟ خطا، سي ان بيبتيد. انا شوفوا كنت نقول بلي سي ان بروتين باسكو علاه كي شغل واحد مازال ما قراش هذا الدرس ما يقدرش يفهمك بيان، فهمتوني؟ يقول لك واش الفرق معنا بين بيبتيد وبروتين وكذا. ميم لي ميم لي غلوكاغون ثاني داكور، حذاري هذوك ما سون دي بيبتيد سو نو سون با دي بروتين. anyway لازم نشوف واش هذا لك عليه. قال لك 51 اسيد اميني 51 حمض اميني باينه بلي سي تان بيبتيد. دوك تجيب طفل صغير بريمير تقولوا اسمع الاحماض الامينيه كي تكون فوق ال100 معناتها بروتين، تحت ال100 معناتها بيبتيد، ومن بعد تقول له اسمع الانسولين عنده 51 حمض اميني الانسولين وشنو كي شغل مسكين هكا بغباء يجاوبك يقول لك بلي باين بلي بيبتيد. دونك 51 اسيد اميني سي ان هرمون بنكرياتيك كيما على بالكم تخي يخدموا البنكرياس، كونتيان دو شان بيبتيديك داكور، عنده زوج لي شان لاصقين في بعضهم relié par deux ponts des sulfures داكور. هذوك لي دو شان لاصقين في بعضهم par deux ponts des sulfures. دوك نشوفو بون هنا التشكل تاع الانسولين. دوك نشوفو دوك نشوفو دوك نشوفو دوك نشوفو شوفو معايا دقيقه. اول حاجه ديروها لي في بالكم الانسولين يقولوا له ان بولي بيبتيد داكور، متعدد الاحماض الامينيه باينه باسكو عنده شويه بزاف داكور بولي بيبتيد. سي كونتي مقبل واش قلنا على بولي اوليغو؟ وقتاش قلنا نقولوا اوليغو وقتاش قلنا نقولوا بولي؟ ايه اوليغو كيكون عندي من زوج الى 10، بولي من 10 الى 100، دونك هذا عنده 51 بين بلي سي ان بولي بيبتيد. حاجه واحده اخرى يا جماعه الانسولين كيفاش تشكل لي؟ سمعوني مليح 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 الانسولين كيفاش تشكل لي. اول عفسه زعما دوك غنحكي لكم حكايه تاع الانسولين كيفاه يتشكل. كيف يتشكل الانسولين؟ الانسولين في الاول كان اسمه، سمعوني مليح هذه زعما قصه قبل النوم، كان اسمه بري برو انسولين داكور، ويكون عباره عن ثلاث بيبتيدات داكور. هاد ثلاثه سلاسل بيبتيديه، السلسله الاولانيه اسمها ا، السلسله الزوجه اسمها سي، والسلسله الثالثه اسمها البي، لاصقين في بعضهم. حطوا لي سي في الوسط، لازم سي تكون في الوسط داكور. ومن هنايا عندنا واحد الاناش دو حمراء، هذه الاناش دو الحمراء هذه ذي كولت يعيطوا لها اناش دو سينيال. هذه الاناش دو سينيال واش خدمتها؟ هي التي توجه الانسولين وتقول له وين يروح داكور. وبمجرد توجيهه وتقول له يا انسولين وين تروح، باسكو الانسولين ما يعرفش شغل عمى، هذه الاناش دو هي عينه. وبمجرد توجيهه ينفصل، ينفصل هذاك الاناش دو سينيال، هذاك الاناش دو سينيال ينفصل داكور. تخيبي هذاك الاناش دو ماشي تابع للبيا وحده. anyway ينفصل هذاك الاناش دو سينيال. اي تخيبي كي ينفصل هذاك الاناش دو سينيال
راح تتشكل لي زوج روابط بيبتيديه بين زوج جسور الكبريت بين سلسله او سلسله بي، يعني بين السلسله الاخرانيه والسلسله الاولانيه، زوج جسور كبريت. دوكا واش يولي اسمه؟ يولي اسمه برو انسولين. داكوغ، برو انسولين ماشي بري برو، برو انسولين. داكوغ، خلاص قالك لو بيبتيد سينيال ينفصل. هذاك الانج دو، هذاك سي ان بيبتيد سينيال ينفصل، سي ان بيوتي بيبتيد سينيال. خلاص قلنا برو انسولين. خلاص دوكا واش يصرا؟ شتو هذاك السي، هذيك الرابطه البيبتيديه الوسطانيه سي، تروح كاريمون. دونك واش يبقى لي؟ يبقى لي غير الرابطه ا والرابطه بي. داكوغ، هما زوج روابط بيبتيديه. مع العلم عندي زوج جسور الكبريت اونتخ الرابطتين البيبتيدياتين. داكوغ، الاولانيه تحتوي على 21 حمض اميني، الثانيه تحتوي على 30 حمض اميني. سي تري امبورطون دو سافوار، 21 و 31. انيوي زوج جسور كبريت اونتخ لي دو ليزون، باردون اونتخ لي دو شين. واش نعيطو لهم هاد لي دو ليزون جسور الكبريت؟ انتر ولا انترا شين؟ نعيطو لهم انتر شين، صح. وعندي اون انترا شين وين؟ في الراب، في الجم، في ال في يا ربي، في السلسله البيبتيديه الاولانيه اللي فيها 21 حمض اميني، عندها انتخاشن. داكوغ، قلت لكم هذاك لو بيبتيد سي ينفصل. هاكو تشوفوا فيها هذه رابطه انتخاشن، باسكو راهي اونتر دو شين، هذه هي الاخرى انتخاشن اونتر دو شين، وهذه انتخاشن في لا ميم شين الاولانيه اللي فيها 21 حمض اميني. تفاهمنا؟ بون، هاكو تشوفوا بلي الروابط البيبتيديه توجور راهي اونتر 6 و 6، 6 و 6 دائما وابدا، ما حيتها صح. تفهمنا على الانسولين؟ هذا ما كان ايه، ما قلت لكمش عفسه على الانسولين. يعيطوا له ثاني ان بيكاتينير. الانسولين سي ان بيكاتينير، علاش؟ لانه يحتوي على سلسلتين بيبتيدياتين. داكوغ، بيكاتينير. تري بيان. دوكا الغلوكاغون يا جماعه، واش تشوفوا لي في الغلوكاغون؟ الغلوكاغون سي ان اسيد، باردون، سي ان بيبتيد الذي فيه 29 حمض اميني. داكوغ، بيبتيد فيه 29 حمض اميني. سي ان هرمون بون كرياتيك يخدموه الفا جزر لانجرهانس. داكوغ، والانسولين تخدمو بيتا جزر لانجرهانس. مو هادي ماشي امبورطون دو سافوار. يعيطولو ان شين، يعيطولو مونو كاتينيغ. واش قلنا في الانسولين؟ واش يعيطولو؟ ان بيكاتينيغ، دو شين بيبتيديك. وهذا وشنو؟ مونوكاتينير. داكوغ، دو شين بيبتيديك مونوكاتينير، باردون، مونوكاتينير اون سيل شين، مونو وحده، اون سيل شين بيبتيديك الغلوكاغون، والانسولين سيت ان بيكاتينير. داكوغ، تفهمنا عليها؟ هذا ما كان ليش دوم لي بزاف بزاف بزاف، تنساو لي اسماءكم وتحفظوهم لي، هما الانسولين والغلوكاغون. يبقى لكم هذوما. هنا هضر لك على من؟ هضر لك على الاوسيتوزين، وهضر لك على الفازوبريسين. تشدوا لي بوك في راسكم بلي سو سون دي هرمون هيبوثاليك. بون، هيبوثاليك، حوسوا لي عليها، حوسوا عليها، شوفوا واش معناتها هكا باش تتقفوا برك. المهم اوزيتوزين وفازوبريسين لي دو عندهم 9 احماض امينيه، داكوغ، ولي دو عندهم ان سول بون دي سولفور. الاولاني عنده واحد بون دي سولفور، والدوزيام عنده واحد بون دي سولفور. تفاهمنا؟ هما يتشابهوا فوتوكوبي ايغاليزي، برك عندهم اختلافات. هذا في عنده ايزولوزين في عود، مع هذا عنده ايزولوزين، هذا عنده فينيل الانين، وهذا عنده هنا اللوزين، وهذا عنده هنا الارجينين. هذا هو الاختلاف بيناتهم. داكوغ، هذا ما كان. هنا عطالك اكزامبلات على ان دي بيبتيد. واش قلت لكم ان دي بيبتيد؟ دي بيبتيد هو عباره عن تتالي حمضين امينيين فقط، كيما الكارنوزين يل كونستيتيو لي موسكل، هو عباره عن حمضين امينيين لاصقين في بعضهم. السلام عليكم. والبيتا الانيل هيستيدين ثاني حمضين امينيين. لو تري بيبتيد هو عباره عن تتالي ثلاثه احماض امينيه، كيما شكون؟ كيما الجلوتاثيون، كيما الالفا جلوتاميل اي تحتها كامل، سيستينيل غليكول وليزون افيك لا افيك لا فونكسيون غاما كاربوكسيليك. المهم يهموش بزاف، شدوا لي بوك الاسماء، شكون لو دي بيبتيد وشكون لو تري بيبتيد. داكوغ، ولي زهرمون هيبوثاليك شكونهم؟ وشحال عندهم احماض امينيه؟ وبوكو بوكو 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 بلوس لانسيلين والغلوكاغون، وباللي واحد بيكاتينر وباللي الاخر مونوكاتينر. وهذا ما كان، كونوا كملنا الدرس تاعنا تاع لي بيبتيد. رانا دايرين تاع مول هذا الدرس يجي تاع الاحماض الامينيه، راني دايراتو درتو قبل، من قبل كامل لي ميثود ديتود.
مور هاد الشيء جو كرو ندير لكم الميتابوليزم قبل تاع لي زاسيد اميني باش هكا ان شاء الله يقعد لنا لو سيكونساج نضربوا معاه شويه وخلاص. داكوغ هذا ما كان. ايا بون كوراج، قراو مليح، بالسلامه.